السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض أول درس في الترم الثاني الأولى إعدادي، اسمه الضرب المتكرر في نون. احنا كنا خدنا الدرس ده في سنة ستة. الضرب المتكرر يعني اللي هو أس لأي حاجة ليها أس، أعداد صحيحة لها أس، يعني مثلا زي 2 أس 2 معناها 2 في 2، فبقول 2 في 2 هيساوي 4. ممكن سالب 3 أس 3 معناها سالب 3 في سالب 3 في سالب 3، معناها ان انا بكرر الاساس اللي تحت ده. الاساس هيتكرر كم مرة؟ على حسب الاس اللي فوق. سالب 3 هتكرر 3 مرات، وبعد كده اخد بالي من الاشارة كويس قوي. سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، 3 في 3 ب 9، في 3 ب 27. طيب ايه الفرق بقى ما بينه وما بين ان انا هاخده في نون؟ علشان انا عارفة ان العدد الاعداد اللي في سورة نون على طول على سورة الف على ب، ألف على ب هيبقى أس نون، معناها إن الأس ده هينزل على ألف وهينزل على ب، هتبقى ألف أس نون على ب أس نون. طيب أنا عندي مثلا زي إيه؟ 2 على 5 أس 2، هعملها إزاي؟ هقول 2 أس 2 على 5 أس 2، وهجيب إن 2 أس 2 4، و5 أس 2 ب25، يبقى ده هيطلع لي 4 على 25. طيب بيقول لي ألف على ب ده عدد نسبي. خد بالك لو انت فاكر الشرط ان ب لا تساوي صفر، ما ينفعش يبقى انا عندي المقام فيه صفر خالص. طيب لما يبقى أس نون يبقى ألف على ب أس نون، نون ده ليه شرط، نون ينتمي لصاد، يعني نون عدد صحيح. هتاخد لحد النهاردة ان هو يبقى عدد صحيح موجب، لسه هناخد بعد كده القوى الصحيحة السالبة والغير السالبة، لكن النهاردة هناخده موجب. طيب لما يقول لي 1 على 2 أس 3 معناها ايه؟ معناها ان انا هنزل الأس على الواحد، هيبقى 1 أس 3 على 2 أس 3 هيبقى 1 في أس 3 بـ1، 2 أس 3 بـ8، يبقى ده الناتج بتاع الضرب المتكرر للنص، ان النص انضرب في نفسه 3 مرات، يعني معناها نص في نص في نص يطلع 1 على 8. طيب عندي في قواعد كده للإشارات عشان تبقى عارفها. أول حاجة لو أنا عندي الأساس سالب والأس زوجي، بيفرق لو انا عندي الأس فردي والأساس سالب. طيب تعالوا نشوف زي ايه. عندي بيقول لي سالب 2 على 3 أس 2، الأساس اللي تحت ده الأساس سالب، طيب وقلب معايا الأس زوجي. طيب هعمل ايه؟ المفروض ان عندي هيبقى سالب 2 على 3 في سالب 2 على 3. اول حاجة بتحدد الاشارة، سالب في سالب بموجب، 2 في 2 بـ4، و3 في 3 بـ9، طلع ايه؟ 4 على 9، طلع في الاخر موجب. بيقولي لما يبقى الاساس سالب والاس زوجي يبقى ده هيطلع موجب في الاخر، الناتج بتاعه موجب، هتبقى 2 أس 2 بـ4، 3 أس 2 بـ9، هيبقى 4 على 9. طيب لو العكس، عكس يعني عمل ايه حاجة تانية، قال لي لو انا عندي الاساس سالب بس الاس بتاعي فردي هيفرق؟ هناخد هنشوف، هي سالب 2 على 3 هي اس 3، المفروض هتبقى سالب 2 على 3 في سالب 2 على 3 في سالب 2 على 3. حدد الإشارة الأول، سالب في سالب بسالب، سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، هضرب 2 في 2 بـ4، 4 في 2 بـ8، 3 في 3 بـ9، 9 في 3 بـ27، طلع هنا إيه؟ سالب. يبقى لما يبقى الأساس سالب والأس فردي بيبقى الناتج بتاعي سالب، معناها هنا سالب 2
أس 3 على 3 أس 3. السالب مش بتاعت الاتنين لوحدها عشان تبقى فاهم، ده عدد نسبي كله على بعضه. بقى سالب 8 على 27، هي نفس الإجابة. طيب لما يبقى عندي بقى الحاجة اللي انتوا دايما بتنسوها على طول، لما يقول لي نص أس 0 بتعمل ايه؟ اي حاجة أس 0 هتساوي 1، اي حاجة أس 0 بواحد على طول، ما تقعدش بقى تتعب في نفسك وتقعد تفكر هي اي حاجة أس 0 بواحد، سواء موجب الاساس موجب او الاساس سالب بيساوي 1. بس ما تنساش لو الاساس سالب وهتعملها على الآلة حط الاقواس. يقول لي اوجد في ابسط صورة كل مما يأتي: خمس أس 2، خمسة على 9 أس 0، تعالوا نشوف كده ده يتحل ازاي. 1 على 5 أس 2 معناها 5 في 5، 1 على 5 في 1 على 5 معناها 1 أس 2 على 5 أس 2. في الأول وانت بتشتغل اشتغل بالراحة عشان ما تتلخبطش. 1 أس 2 يعني 1 في 1 بواحد، 5 أس 2 معناها 5 في 5 في مش زائد، 5 في 5 ب 25، يبقى ده الناتج. طيب 5 على 9 أس 0، احنا متفقين أي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد. سالب 1 على 7 أس 3 هعمل ايه؟ مفروض أول حاجة حدد الإشارة، الأساس سالب والأس فردي، يبقى هيطلع الناتج سالب 1 أس 3 على 7 أس 3. الإشارة ماشية معايا، أدي السالب 1 أس 3 بواحد، 7 أس 3 ب 343. طيب هنا بيقول لي 8 على 27 بيساوي 2 على 3 أس كام؟ هنا عاوز الأس. هقول له طب هي 2 بقت 2 هضربها في نفسها كم مرة علشان تبقى 8؟ 2 في 2 في 2 هتبقى 2 أس 3. طيب وال 3؟ 3 في 3 في 3 علشان تبقى 27 هتبقى 3 أس 3. هنا هاخد الأس بتاعي، يبقى هنا أس كام؟ 3، يبقى 2 على 3 أس 3. جايب لي مسألة 4 على 5 أس 2 في 5 على 16 في 2 على 3 أس 0، بقول لي اوجد الناتج. طيب اشتغلها. هنا انا اللي مش هعمل، مش هينفع استخدم قواعد الضرب المتكرر دلوقتي عشان في حاجات لسه مش شايفاها كويس، ما عنديش اساسات متوحدة اساسات متشابهة عشان استخدمها. هجيب الناتج بتاع 4 على 5 اس 2. 4 على 5 اس 2 يعني 4 في 4 و 5 في 5، 4 في 4 في 16، 5 في 5 في 25، في ده زي ما هو 5 على 16. اي حاجة اس 0 بكام؟ بواحد. هبدأ ابسط ال 16 دي مع ال 16 دي على 5 فيها الواحد على 5 فيها الخمس، هيطلع في الاخر 1 على 5. طيب بيقول لي اكمل. المعكوس الضربي للعدد 2 على 5 أس 0 هيساوي ايه؟ اول حاجة جيب الناتج، ما تروحش جاي مبدل على طول. انا عارفة المعكوس الضربي هقلبه وهقول 5 على 2. طب 5 على 2 أس ايه؟ انا عندي أس 0 لازم احلها الاول. اي حاجة أس 0 بواحد، يبقى هنا الناتج بتاعها واحد. الواحد ده مش لسه المعكوس الضربي، انا لسه هجيب المعكوس الضربي. المعكوس الضربي بتاع الواحد، يبقى هنا المعكوس الضربي واحد زي ما هو، مش هيتبدل ولا يتغير. طب لو قال لي هات المعكوس الجمعي للعدد سالب 3
قص صفر. ايه ده؟ طب ايه سالب 3 هتبقى موجب 3؟ لا خد بالك الاول هات الناتج قص صفر. يعني انا عندي اي حاجة قص صفر بواحد، المعكوس الجمعي هيبقى سالب واحد، يبقى الواحد ده الناتج بتاع سالب 3 قص صفر، مش الناتج بتاع المسألة اللي هو عاوزه، مش المعكوس الضربي بتاعي. تالت مسألة بيقول لي إذا كان س بيساوي ص فإن 3/5 أس س سالب ص هتساوي إيه؟ طب أنت مديني معلومة مهمة قوي، إيه المعلومة اللي هديها لي؟ قال لي س بتساوي ص، يعني س ب2 هتبقى ص ب2، س ب3 هتبقى ص ب3، س ب4 هتبقى ص ب4، نفس العددين. طيب هنا لما انا اطرحهم مش هما هما، هيطلع اس صفر، هتبقى 3/5 اس صفر، واي حاجة اس صفر بكام؟ بواحد. رقم 4، اذا كان س بتساوي سالب نص وص بتساوي 3 فان س أس ص هيساوي. هنا لازم أعوض الأول، أشيل السين وأحط قيمتها وأشيل الصاد وأحط قيمتها. س بسالب نص، الصاد اللي هو الأس أس 3، الأساس سالب والأس فردي هيطلع سالب، 1 أس 3 بـ1، 2 أس 3 بـ8. بيقول لي رقم 5، إذا كان صاد أس 26 زائد ص أس 27 يساوي صفر فإن ص هتساوي نقط. من المسائل المهمة قوي، هو أنا ينفع ص أس 26 زائد ص أس 27؟ طب أنا هعمل إيه هنا؟ هتساوي صفر في الآخر. طالما هتساوي صفر يبقى واحدة موجب وواحدة سالب. طيب تعالى بقى نفكر في حتة الأساس، السالب والأس الفردي والأس الزوجي. طيب هقول هنا الاساس، لو انا حطيت 2 هتطلع بناتج هنا وهنا وهتبقى صعبة، 3 هقعد اشغل دماغي شوية. طب ما اجرب السالب 1 اس 26 والسالب 1 اس 27. ليه؟ انا هشغل هنا حتة الاساس السالب والاس الزوجي والاساس السالب والاس الفردي. طبعا لما تضرب سالب 1 في نفس 26 مرة هو هو الواحد ما بيتغيرش، هيفرق معايا الإشارة بس. الأساس سالب والأس زوجي يطلع موجب، يبقى هيطلع 1. هنا الأساس سالب والأس فردي هيطلع سالب، 1 سالب 1 هيساوي كام؟ 0. يبقى أنا عندي هنا ص بكام؟ بسالب 1. وكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد.